أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة التجلي الأعظم الرحمن على نور روحي أحمد الأدنى العظيم أيها الإخوة الأعزاء والمشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الصباح المبارك الرابع والعشرين من شهر رجب عام 1445 من الهجرة وفي الحلقة الثالثة للبرنامج المتعلق بالتصوف نرحب أيضا بفضيلة الشيخ يعقوب دكري فقير الله وفضيلة الشيخ مصطفى جو وقد تطرقنا في الحلقتين الماضيتين إلى محورين المحور الأول الشريعة والحقيقة والمحور الثاني الخالق والمخلوق أما اليوم فسنتناول المحور الثالث تحت الموضوع الصفات الإلهية كما نعتذر لعدم مشاركة أخينا الأكبر أبي بكر يعقوب دكري بسبب السفر يعني فاجعه سفر إذن فسافر إلى الإمارات العربية وسوف ينوب عنه الأخ والشيخ سعيد يعقوب دكري ومن هنا نحيل الكلام إلى فضيلة الشيخ مصطفى جو فليتفضل مشكورا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات جلستنا اليوم مع الشيخ الكريم مع الشيخ العالم الرباني الكبير الدارك الفهام المحترم عند الخاصة والعام النادر في زماننا هذا بعلمه وعدله الجود بإعطائه لكل محتاج أعني الشيخ الهاجي الشيخ الفقيه الهاجي يعقوب دكري أيده الله ونصره وأهله وتلامسه وأطال بقاه مع الصحة والعفو والعافية وأعاذه الله من كل شر وسوء ومكروه دنيا وأخرى ببركة نوره وجه الله واسم الله وصفات الله المقدسة وأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا تدور حول الصفات الإلهية وسنأتي إن شاء الله تعالى بالأسئلة واحدة تلو الأخرى السؤال الأول ما هي الصفات الإلهية وأقسامها عندك نعم إنني أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ووفقني لقول الحق والصواب وأعني إياك نعبد وإياك نستعين يا رب العالمين اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فارزقنا وإنا مرضى فاشفنا وإنا محتاجون فأعطنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبحق أسمائك وكلماتك وبالنبوة محمد عليه الصلاة والسلام الشيخ أنت سألت عن سؤال مهم جدا من أعظم الأسئلة في العالم السؤال عن صفات الله لماذا السؤال عن صفات الله
لأننا إذا أردنا أن نعرف الله لا نعرف الله أبدا إلا عن طريق أسمائه وصفاته وكلماته وأفعاله وصفاته الجمالية. لن نعرف أبدا أسماء، لن نعرف الله أبدا إلا أنتك على الأبدا فاتو أم بايرينكا كاتو فانيكا كما يركودي صفاته. انظروا إنني أقوم سماء أدد الله أقول له موسى سننكا كمي فمبني رفي فلو القرآن تدبرني يا ذاتي أسأل الله أن يطيل حياتي لكي أفسر لكم على التأثير قدر المستطاع إن شاء الله أطل الله بقاءكم. لماذا يقول الله لموسى تتلك كما فإنك نكي نونو الله لم يبدأ موسى تعالى افعل هذا لا 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 لا, لا. قال إن أخوي إنني أنا تأكيد إنني يكفي نعم أنا توني هذا يسمى تأكيد جمع التأكيد هي الله مملاك لا إله إلا أنا تبا توحيد لا إله إلا هو أخونا ويرسل مهم في أمر بلاني يفا فلما فلما قرانك انظروا وياي الله يخاطب موسى لا يقول افعل هذا افعل هذا لا 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 يبدأ الكلام بالتعريف بنفسه لأن التعريف بنفسه هو الأهم أن تعرفني أولا قبل أن تعرف كلامي وأمري يا موسى إنني أنا توكيد الله بسم الله العظيم ماذا لهذا التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا ولا إله إلا الله سواء ولا إله إلا هو سواء وإذا قال الله لا إله إلا أنا كل ذلك كل معناه لا إله إلا الله لا إله إلا أنا ما هو التالي ما الذي يتلوه العبادة سبحانه هنا موضوع مهم للغاية الله يخاطب موسى لكن لا يبدأ بالأمر بل يبدأ بالتعريف بنفسه وذكر ما هو أهم عنده إنني أنا الله هو اسمي الاسم هو الأهم أن تقول أنا الإمام لا أن تقول أنا اسمك تذكر اسمك الاسم أعظم من الصفة ها إنني أنا الله ماذا يليك ذلك لا إله إلا أنا لا إله إلا الله الله واحد لا إله إلا أنا الثالث العبادة انظروا فين كان الترتيب لا هناك ترتيب الترتيب من الاسم الأعظم الخاص بالله الله إلى التوحيد كلمة التوحيد لا إله إلا أنا إلى العبادة العبادة لماذا العبادة لأن الله جل جلاله خلقنا لأجل العبادة قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لولا العبادة لما خلقنا لولا العبادة لما كنا موجودين فوق هذا الأرض ولو لم نكن موجودين فهل الأرض تكون موجودة؟ لا. لماذا؟ لأنها موجودة لأجل لأنها موجودة أو موجودة لأجلنا سواء موجودة لأجلنا أو موجودة لأجلنا كلمة الموجودة أفضلها لماذا؟ لأنها كلمة فيها الإشارة إلى الموجود الموجود والموجود هنا من أوجد الأرض لنا انظروا لا إله إلا أنا فاعبدني على العبادة هذه العبادة أهمها الصلاة فبدأ وقال وأقم الصلاة لذكري مع العلم أن الصلاة من العبادة لكنه لم يكتفي بذلك بل بين أهمها وهو الصلاة 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 إذا كان وقت الصلاة فاترك كل شيء وتوجه إلى الصلاة ولو كانت الصلاة 50 مرة في اليوم فاترك كل أعمالك للصلاة لماذا؟ لأننا خلقنا للصلاة لم نخلق لأجل أمور أخرى وفقنا الله وإياكم وأقم الصلاة وبين على الله سبحان الله يبين الحكمة سر الصلاة
لماذا تصلي لله؟ وأقم الصلاة لأي شيء، لأي شيء؟ لذكري. ما معنى ذكري؟ لتوجه عقلك وتوجه قلبك وتوجه ظاهرك وتوجه باطنك إلى الله. الله أكبر. هذه هي الحكمة من الصلاة. من لم يستطيع أن يوجه قلبه إلى الله في الصلاة فصلاته ناقصة وقليلة الجدوى. وأقم الصلاة لذكري، لذكري ولذكر الله أكبر. لا ترون. وأقم الصلاة لذكري، سبب الصلاة ذكر الله. ذكر الله أن تتذكر الله وأن توجه فكرتك وعقلك وقلبك وظاهرك وباطنك، توجهها كلها إلى الله. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا نوع من التوجه. أيني كسل وسل أبا أفضل مع التوجه. ها، هذا هو التوجه. الوعظ النافع والإرشاد النافع أن يبدأ المستمعون مباشرة أو عن قريب التطبيق. يا من يا برد من مما برد من ماذا يفيد؟ ابدأ العمل برد من الدركت ببيع. الله سيد الله تكلم فيه في هذه الآية، ينبغي أن نكرر حتى في الخطبة. سبحان الله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كان الرسول في شقاء وفي تعب حتى ترك مولده مكة إلى الطائف لأجل المشاكل والبصايا والبلايا، وترك حتى مسقط رأسه وهو مكة إلى المدينة. مشاكل كثيرة الله لا يرى أنها جاءت لتشقى. أنا ما ابتليتك بكل هذه المشاكل لتكون شقيا يا محمد. فها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل أنت أسعد مخلوقاتي في الحقيقة. وإن كنت شقيا في الظاهر المتاعب تأتيك من كل مكان، أيوة، أهل البلد وكبراؤهم كلهم ضدك، أعداء لك. كل هذا مع كل هذا أنت أسعد المخلوقات وأشرف المخلوقات وأعظم المخلوقات وأحب المخلوقات إلى الله فوق الأرض يا محمد. ضاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض. سبحان الله. تنزيلا ممن خلق الأرض، لم يقل تنزيلا من الله. انظر علي، الإضافة تكون إلى الفعل أحيانا لا إلى الاسم. هناك علاقات للاسم وعلاقة للفعل. أحيانا يتوجه إلى الاسم وهو الأعظم، ولكن أحيانا يتوجه إلى الفعل لموقفه بالنسبة إلى الناس. الناس يرون الفعل أولا ثم يرون الفاعل. الناس يرون الفعل أولا ثم يرون الفاعل بواسطة الفعل. لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض. الفعل الذي أنزل هذا القرآن هو الله، ولكن لم يقل الله، قال ممن خلق الأرض. لماذا؟ والسماوات العلى. لم يقل السماوات العلى والأرض. لماذا؟ مع أن السماوات أكبر من الأرض، ولكن لماذا الله يقول تنزيلا ممن خلق الأرض أولا والسماوات العلى؟ لماذا؟ لأننا لا نرى إلا الأرض، نحن عليها ساكنون، عليها لا نريد، لا نعرف شيئا أعظم من الأرض. حتى هذه السماوات لا، الناس لا يعرفون، العاميون لا يعرفون أنها أكبر من الأرض. نحن نسير إلى الأرض، إلى دكار، إلى مكة، إلى كل مكان فوق الأرض. الله يخاطبنا ويخاطب أخواننا بما هو أقرب منا، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
انظروا انظروا ملاحظات كيف نستقبل انظروا ذكر أفعاله فقد ماذا قال جاء بالاسم الكبير لم يرس الاسم لأن الاسم أعظم من الفعل فقال الرحمن على الأرش استوى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن سبحان الله الرحمن على الأرش استوى الاستواء على الأرض من أصعب المسائل في الدين عند العارفين ما معنى الاستواء؟ أنا اختلفت مع إمام كبير في فرنسا إمام مونبلي اسمه الدكتور خالد الظن من أكبر العلماء اختلفت معه في تفسير كلمة الرحمن على الأرش استوى تقريبا في 3 سنين أرسل إليه أدلتي وهو يرسل إلي أدلته أرسل وأجيب على أدلته وهو يجيب على أدلتي أجيب على أدلته إذا وصلت إليه وهو أيضا يجيب على أدلتي مكثناها على هذا نحو 3 سنين الرحمن فقط الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما الآن بدأ بالأكبر لأنه يريد أن يبين أي الملكية إذا كنت تملك شأن تذكر الأكبر أولا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ما تحت الثرى سبحان الله لا لا ما في داخل الثرى لا لا فيه وما تحت الثرى ما تحت الثرى وما تحت الثرى تحت الأرض داخل الأرض البترول النفط في داخل الأرض الذهب في داخل الأرض الألماس تعرفون الألماس الألماس هو المسمى جمع الألماس جمع الأرض مملوءة وما تحت الثرى ثم الآن يوجه الكلام إلى موسى يقول وما تلك بيمينك يا موسى انظروا أسلوب الكلام والترتيب بدءا من الأهم من الأهم إلى الأهم قدم نفسه وأمره وصفاته على الأمر وما تلك بيمينك يا موسى هل يعلم الله ما بيمينه أو لا يعلم يعلم طبعا الله يعلم أعداء الدين يقولون إذن الله لا يعلم سبحان الله لو كان يعلم لما سأل نقول ماذا نقول لهم كيف نجيبه كيف نجيبه ننتظر الجواب من الشيخ يعني. الجواب أن حتى موسى يرى العصا لا سيما الله الله يرى موسى ويرى العصا ثم يقول ما وما تلك بيمينك يا موسى الله يرى ويعلم أنا بيد موسى شيء. نعم هو يرى موسى ويرى ما بيده. وما تلك بيمينك يا موسى. حتى يعلم أن ما باليمين يعني. الله أكبر. أنا أحب فهمي لأن في يد موسى شيء ضعيف. لا 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 أي لا لا يطع أي خيمة. نعم العصا. العصا ميت. الميت وهو يريد أن يتجلى في عصا وما تلك بيمينك يا موسى الله يسأل موسى أموسى يجيب أو لا يجيب يجيب موسى تحير وقال يا عصايا الله إذا كلمك ترتعب وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها من سيسقط مدر برد بمر أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي بك كير برو بس بس ولا سير كجيب بكم كادو وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى هجور بمتوشيا بوك يسقط ببرد درون عين فرم درون عليه وفاي قال ألقها يا موسى انظروا انظروا الرواية ألقها يا موسى ما معنى هذا؟ يا موسى أنت لا تعرف غير إلا أن الأرض أنت تتكئ عليها
وتهش بها على غنمي ولا تعرف فائدة أخرى للأسى لكن ألقها يا موسى لترى قوة إلهية غير قوتك البشرية. ألقها يا موسى. فألقاها إبريفي فإذا هي حية تسعى سعى منيا ولا كنكرونغو أكني جميع كنكرونغو ألكن كوكو حية سعى أكرا سعي تسعى بك أنك لما برش الله بيننا ألقى العصا فتحركت العصا بمعنى أحل الله الروح في العصا فتحركت. يا الله ألقيها يا موسى فألقاها. لماذا ألقاها؟ امتثالا لأمر الله. الله قال ألقاها فألقاها. إذا قال الله صل في صلاة خمس مرات في الصلاة فصل خمس مرات أربعة لا تكفي. وإن قال لك صل في اليوم خمسين مرة كما أمر النبي في الإسراء ثم نقص الصلاة إلى خمسة فافعل ما يؤمر فافعل ما تؤمر. إبراهيم وابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك. الراجح هو إسماعيل وإن كان النصارى يقولون بأنه إسحاق وأن الذبيح إسحاق لكن الراجح عندنا هو إسماعيل وعندنا أدلة ذلك. أقرب هذه الأدلة في القرآن الكتاب لا حتى عندهم حتى في كتابهم يقول اذبح ابنك الوحيد. إذن الابن الذي كان مع إبراهيم واحد يعني لم يكن إسحاق مولودا. الذبح وقع قبل ولادة إسحاق. لماذا؟ لأنه لم يكن موجودا. لو كان موجودا لما قيل اذبح ابنك الوحيد. لا يكون وحيدا بل هناك اثنان. وفقنا الله. إذن فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها. هنا الابتلاء. الله يأتي بالابتلاء. موسى أنا سأبتليك لأنظر حالك وإيمانك وشجاعتك لأني سأرسلك إلى أقوى الناس هو فرعون. هل تستطيع أن تقف أمامه؟ فإن استطعت أن تقف أمام الحية ولم تخف ولم تفر أعرف أنك تستطيع أن تقف أمام فرعون الجبار. الله فألقاها فإذا هي حية تسعى. لكن موسى حينما رأى الحية تسعى خاف وكاد يفر. موسى النبي يخاف من الحية ويحاول الفرار. لماذا؟ لماذا؟ في أنا أتكلم أيضا على الاستنباطات. لو كانت الحية حية عادية إن موسى يأخذها بلا شك ولكن حية إلهية. أنا أخاف من الله وأخاف من قوة الله فالحية ليست حية عادية إنما حية قوة إلهية هي أكبر مني. أنا أريد الفرار. الله يأمره ارجع يا موسى. موسى رجع ينفذ الأمر. خذها. قال خذها. خذ الحية الحية. ما معنى الحية الحية؟ ما معنى الحية الحية؟ ما ترجع الحية حية الحية عصا أم لا؟ الحية الأولى. الحية الأولى بمعنى التي تحركت. نعم. وأما الحية هي صفة لهذه الحية. ما هي الصفة؟ الصفة صفة الحي يعني لأنها تتحرك. صفة الحية. اذكر خذ هذه الحية التي فيها الحياة. يعني الحية الحية يعني الحية الموصوفة بالحياة. الحياة هي حية حية إذ توجد حية أخرى ميتة. إذا قتلت الحية صارت حية ميتة. أما هذه الحية فحية حية غير ميتة. الحية 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 الحية.
نعم يا شيخ خذها ولا نعم هناك يا شيخ الآية هنا يعني أنا كنت أظن أن الشيخ سيرجع إلى الآية الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى لأن الموضوع يطال بهذه الآية أيوة ولذلك قلت نقف ونعود إلى الأصل أيوة الله يقول الله لا إله إلا هو ماذا يريد الله بهذه الكلمة يريد أن يعطينا أهم شيء هو اسمه ما هو هذا الاسم الاسم العلم ما هو الاسم العلم؟ الاسم العلم هو الخاص بالله الاسم الخاص بالله ليس بصفة لا يعد من الصفات ولا يعلم حقيقة معناه إلا الله هذه الكلمة هل هي عربية أو سريانية؟ هذا شيء لا يعلمه إلا الله بعض العلماء من العرب قالوا كلمة الله مشتقة هي من اللغة العربية كثير من أهل الشريعة قالوا الله من كلمة أليها كلمة عربية إذا رجعت إلى المنجد تعرف معنى هذه الكلمة وقال كثير من كبار العارفين بالله لا كلمة الله كانت موجودة قبل مجيء اللغة العربية الله موجود قبل مجيء اللغة العربية إذن الله اسم لا يعلم حقيقته إلا الله إذن ولذلك يقول هؤلاء العارفون ما معنى كلمة الله معناه الاسم العلم على الذات الإلهية المباطنة المقدسة يعني الله الاسم العلم الاسم العلم على الذات من جسم على رجات على جات من ما تغكره من بيت تغبيك وده الله ها. الاسم الجامع لجميع معاني الصفات والأسماء جميع أسماء الله معانيها على تغبيك موجودة في كلمة الله بالله الله كلمة على تغبيك أسماء الله كلها معانيها كلها موجودة في كلمة الله وكل أسماء الله وصفات الله كلها تابعة لله فما ترون القطار له رأسه العربات كلها عربات الطائرة العربات أيوة القطار كلها تابعة للرأس نعم بتاكا يامبو كلاما كوين غاشي يامبو كوين غاشي أقول لك ترين ما قلت من المجموع أنكو قولوا ألا تغبت من المجموع أنكو الله وهو رأسها الله بيعبكولي وكلها تابعة لها وهي الوسيلة أعظم الوسائل وهي أعظم من كل الوسائل أعظم من الحي القيوم أعظم من الأول أعظم من كل الصفات الموصلة إلى الله ولذلك في العبادة أحيانا لا ينوب اسم آخر عنه إذا قلت لا من قال لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الرحمن ليس بواحد من قال لا إله إلا الله كلمة الله هي السر لا تقول لا إله إلا الرحمن لا إله إلا الحي القيوم لا إله إلا ذو الجلال لا تقول لا إله إلا الله هي كلمة الدخول في الإسلام لماذا الله لما فيها من الخاصية الخاصة بهذا الاسم جل جلال المسمى والاسم جل جلال المسمى والاسم جل الاسم الله وجل المسمى الاسم الاسم الذي الذات الإلهية التي تسبت بكلمة الله جلت ذات الله وجلت اسم الله جلت ذات الله تقدست ذات الله وتقدس اسم الله إذن لا إله إلا هو نأتي إلى التوحيد لا إله ما معنى الإله؟ عند العلماء معناه المعبود ما هو المعبود؟ الذي نصلي له وهو الإله المعبود الذي نصوم له هو المعبود الذي نخرج له الزكاة ونحج له هو المعبود إذن لا معبود
يعني لا يوجد إله يستحق العبادة الحقيقية إلا الله الإله الحق جل جلاله سبحانه وتعالى، فهو الإله الحق وهو مفرد كل العالم بقوته.